مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا مرحبا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة متنوعة ومميزة من برنامج البحرين اليوم. مثل ما عودناكم راح نستعرض خلال الحلقة مجموعة من الفعاليات اللي أقيمت ولا زال بعضها يقام على أرض مملكتنا الحبيبة البحرين. خلونا نبتدي في أولى تقارير حلقة اليوم، ولكن بعد هالفاصل. المزيد من الأفراح الوطنية لازالت تعيش في مملكتنا الحبيبة، والمزيد من الفعاليات اللي تحتفي بالوطن. فرحة وطن مهرجان عائلي تم إقامته في الرفاع فيوز احتفالا بأفراح مملكتنا الغالية البحرين. خلونا نتابع التقرير اللي رصد لنا أجواء المهرجان ونعود لكم في البحرين اليوم. خير مشاهدين برنامج البحرين اليوم، متواجدين اليوم في المهرجان الترفيهي العائلي الموجود في رفاع فيوز بعنوان فرحة وطن. تابعونا. طبعا اليوم مهرجان فرحة وطن وهو مهرجان عائلي متعدد، في أكثر من فعالية، في فرق شعبية، في بوثات، في الأسر المنتجة. هذه طبعا فعالية يمكن اجتماعية، بالإضافة في ألعاب الأطفال، في مسابقات، شخصيتين اللي يحبونهم في البحرين جاسم وطفاش. لازلنا نحتفل بأيامنا السعيدة لاحتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد، بهذه المناسبة نهلنا الحكومة الرشيدة ونهلنا شعب البحرين الوفي، ونقول لهم كل عام وانتم بخير. واحنا اليوم موجودين في الرفاع، وقبلها كنا في سار، وقبلها في توبلي، ورحنا المحرق. كل البحرين تحتفل، الله يحفظ البحرين وأهلها ملكا وشعبا إن شاء الله يا رب. نتشرف ان اليوم نشارك في احتفالات العيد الوطني وفي منطقه عزيزه علينا الجنوبيه، اهالي الرفاع، اهالي الزلاق، اهالي البحرين كلهم على راسنا، واليوم مشاركين في احتفاليه فرحه وطن. وطبعا ايانا هالحليوه ذي من والبعينين احد الجماهير الموجودين، والله يحفظ البحرين قياده وشعبه وحكومه ودوم افراحنا. ويعني كفايه الواحد يشوف اليهال يستقبلونه ما نبي شيء من الدنيا، الحمد لله رب العالمين. راح يكون حفلنا لمدة 8 أيام في فرحة وطن، وهذا راح يكون بالنسبة لنا شيء إنجاز كبير ويسرنا ويشرفنا إن إحنا نكون خدام لبلدنا ونرسم هذه الفرحة بإيدنا. هذه كانت أجواء مهرجان فرحة وطن المقام في رفاع فيوز. خلونا نشوفكم، كنت معاكم ياسمين السعيد لبرنامج البحرين اليوم. من فرحة الوطن إلى مؤتمر صحفي أقيم بانطلاق معرض إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم 2018، والذي سيقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 21 لغاية 24 من مارس المقبل تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة. التفاصيل في التقرير التالي. معرض إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم لعام 2018 برعاية كريمة من سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، كمبادرة مميزة لتعزيز الإبداع والنمو في قطاع الضيافة والمطاعم في البحرين. I
أشكر حكومة مملكة البحرين وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء مملكة البحرين، الله يحفظه ويطول في عمره، وطبعا إيمانهم لمدى أهمية الاستثمار في المبادرات من هذا النوع اللي لها دور إيجابي في تطور القطاع بصفة عامة. ولذلك إن شاء الله هذه الإكسبو راح يكون تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، اللي في راح يكون في مركز المعارض إن شاء الله. وإحنا مثل ما يعني تعرفين إن الفعاليات والمبادرات من هذه النوع لما لا يترتب عليها من فوائد في جميع النواحي، من الناحية إدارة الأعمال، خلق وظائف العمل، تأثير على الجيل الواعد. ويهدف هذا المعرض الدولي إلى خلق منظومة متكاملة داخل المملكة للزوار والمستثمرين وأصحاب الأعمال للالتقاء معا وخلق روابط مربحة وشراكة مفيدة مثمرة بين جميع الأطراف. طبعا الهدف من إقامة هذه المعارض هي لتشجيع القطاع السياحي في مملكة البحرين، وفي نفس الوقت تشجيع يعني الناس اللي في القطاع الخاص ان هم يبادرون في مشاريع في هاي القطاع. طبعا المنتدى هذه راح يجيب ناس من حول العالم، ناس متخصصة في هالمجال، فاعتقد ان هي فرصة جيدة جدا للشباب البحريني ان هم يستفيدون من هالخبرات هذه ويقومون بمشاريعهم الخاصة ان شاء الله. وقد أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استعدادها لإطلاق أكاديمية متخصصة في قطاع الضيافة والسياحة خلال العام المقبل، وراح تقدم الأكاديمية العديد من البرامج والشهادات العليا. تنشيطاً لقطاع السياحة، تنتظر مملكة البحرين حدث اقتصادي وسياحي هام، وهو معرض البحرين للمطاعم والضيافة إكسبو 2018 اللي يحظى باهتمام ودعم كبير من قبل الجهات المسؤولة في المملكة، واللي سيقام في مارس المقبل. سكينة الطواش لبرنامج البحرين اليوم، تلفزيون البحرين. استضاف متحف البحرين الوطني حفلا موسيقيا قدمته فرقة هاثور بلكتروم الإيطالية بصحبة الموسيقي العراقي سعد جواد، وأقيم الحفل بدعم من سفارة جمهورية إيطاليا في مملكة البحرين. التفاصيل نتابعها سويا في التقرير التالي. استضاف متحف البحرين الوطني حفلاً موسيقياً قدمته فرقة هاثور بلكتروم الإيطالية بصحبة الموسيقي العراقي الفنان سعد جواد. الأسابيع الثقافية التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار مع عدد من السفارات للدول الشقيقة جزء أساسي من الغزنامة الثقافية التي تعتمدها الهيئة سنوياً. نرى هذا الأسبوع أسبوع ثقافي بحريني إيطالي شمل عديد من الفعاليات قيمة بعضها في المسرح، وبدأنا بالأسبوع الماضي بأمسية في الصالة الثقافية نالت استحسان الجمهور، وبالأمس كان لنا تواجد مع المطبخ الإيطالي والمطبخ البحريني هنا في المتحف البحرين الوطني. استعرض طباخ من إيطاليا وطباخ من البحرين عناصر متشابهة ومختلفة بنفس الوقت بين المطبخين، واليوم نرى احتفالية موسيقية كذلك قد تكون فريدة من نوعها بالنسبة لي، لأنها تدمج بين الموسيقى الإيطالية والموسيقى العربية. لدينا موسيقيين من إيطاليا إضافة إلى عازف سعد جواد. تتكون الأمسية من آلات وترية، سيتم عرض مقطوعات معروفة للجمهور من إيطاليا كذلك، وكذلك مزج بين الموسيقى الإيطالية والعربية بشكل عام. أقيم الحفل بدعم من سفارة جمهورية إيطاليا في مملكة البحرين وشركة الخليج للبتروكيماويات جيبك. بصراحة احنا اول شيء تعودنا على هيئة البحرين للثقافة والآثار على مبادرتها في مثل هكذا مناسبات او فعاليات. بالعكس شيء جميل. انا دائما أقول أنه بالنسبة للموسيقى، موسيقى ما فيها حدود، الثقافة عموما ما فيها حدود. جميل هذا الانصهار، راح لأنه راح يولد تأثر وتأثير. هذا الشيء يخلينا نلتقي دائما نحو الأفضل
وأنا مع هذا الشيء وأحييهم وهنيهم بنفس الوقت. وبس مع ذلك أنا تقدرين تقولين أنه شاهدتي مجروحة في هذا الموضوع، لأن أنا أيضا من ضمن هذه العائلة الجميلة. تميز هذا الحفل بصناعته لشراكة ما بين الموسيقيين الإيطاليين والعرب، وعمله على تدشين تعاون ما بين مبدعين يتقاسمون ذات الشغف للموسيقى ولتراثهم الفني والثقافي. نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل تتطرق إلى مشاعر القلق والتوتر الناتجة عن مسؤوليات العمل وكيفية التحكم فيها بشكل عملي وواقعي. المزيد من التفاصيل نتابعها معا في التقرير التالي. نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان تغلب على قلقك وتوترك بقاعة مركز المنامة الاجتماعي، والذي قدمته أستاذة إيمان الفلة الباحثة ومدربة أسرية بمركز بتلكو للعنف الأسري. الملاحظة بشكل عام في البحرين وفي الدول العربية أن الناس تعاني من 80% الناس تعاني من التوتر والقلق، فهو صار هاجس اليوم. فأقيمت هذه الورشة على أساس تعليم الناس بعض الاستراتيجيات البسيطة في التعامل مع هذه المشاعر، شلون أتقبلها، شلون أتعامل معها، شلون أكون قوي فيها مو تضعفني وتهزمني وتوصلني إلى مرحلة اليأس والفشل. بشكل عام كل الحاضرين عبارة عن ربات بيوت أو بعض العاملين، وهذا الشريحة المستهدفة بشكل عام والشريحة اللي نحاول نصل إليها من خلال مركز وتلكو لرعاية حالات العنف الأسري. يتم طبعا توعية المجتمع البحريني في العديد من الجوانب من خلال الورش والمحاضرات اللي تقدم في المركز، في الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، الجانب الثقافي. وطبعا احنا اخترنا هاي الورشة ضمن سلسلة من الورش اللي احنا نقدمها نتيجة لزيادة القلق والتوتر في المجتمع البحريني، فاحنا نظرنا ان احنا نقدم هاي الورشة لتوعية المجتمع البحريني وطبعا نشر الثقافة بينهم. واحنا عندنا هدف بعد الشراكة والمشاركة، يتم تنفيذ طبعا هاي الورش والمحاضرات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي. وتضمنت محاور الدورة على تعريف التوتر وأسبابه وتأثيره، بالإضافة إلى مهارات التخلص من الضغوط والتغلب على القلق، كما أن استعرضت أستاذة إيمان المخاوف المرضية متنوعة والمواقف الطريفة لكنها مخيفة. بشكل عام الورشة مفيدة، ولازم الأشخاص اللي عندهم حالات من التوتر أو قد تطلعون على هذه المفاهيم، شنو مفهوم القلق، شنو مفهوم التوتر، عشان احنا اذا عندنا معرفه بالمصطلحات العلميه لها شيء ان احنا نتفادى هالسوالف او نتفادى هذا الجانب من حياتنا وننظر الى الحياه بشكل افضل. يعني مو دائما قلقه بسيط، بس خلتني ان انا اعرف شنو معنات القلق وشنو اللي خليني ان انا ابعد عن شيء اسمه قلق وشيء اسمه خوف. أعطتني دافع إن أنا أبعد عن أشياء إن أنا تسبب لي أمراض نفسية، فوايد وايد 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 أنا مرتاحة. أنا من زمان كنت أدور هذه الورشة. وخلال الورشة ذكر إنه يمكن التغلب على القلق والتوتر من خلال بعض تمارين الاسترخاء وتشجيع النفس تقويتها والثقة في قدراتها على التغلب على المواقف الصعبة التي تتعرض لها وعدم توقع الأمور السيئة باستمرار، والاعتقاد بأنها ستحصل لأن الإنسان يضيع على نفسه الكثير من الفرص والسعادة اللي يستحقها. نظمت جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية وبالتعاون مع المجلس البلدي الشمالي وبلدية المنطقة الشمالية فعالية أطلق عنان البحرين 2030 من أجل البيئة، وذلك على ساحل بربار وسط حضور غفير من المواطنين ومنتسبي الجمعية. نتابع التقرير.
تحت رعاية المجلس البلدي الشمالي أقيمت الفعالية البيئية أطلق عنان البحرين 2030 من أجل البيئة، وذلك في ساحل باربار بحضور أعضاء المجلس البلدي والأهالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر تلفزيون البحرين تواجدكم معنا، واحنا سعيدين اليوم متواجدنا هنا في مثل هالفعالية اللي نتمنى ان تترجم الكلمات اللي ألقيت الى فعل. فعلا يعني احنا ركزنا اليوم على شلون نقدر ننمي الثقافة البيئية عند الطفل لأنه هو الأساس للمستقبل، وندعي من خلال هالفعالية جميع المؤسسات الخاصة والرسمية إلى التعاون معنا في ترسيخ مفهوم البيئة لدى الطفل. شملت الفعالية العديد من الأنشطة والمسابقات بمشاركة جمعية الكوثر لرعاية الأيتام. اليوم طبعاً هو يوم الجمعة، يوم حافل، والمجلس البلدي الشمالي يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على هاي الفعالية، فعالية أطلق عنان البحرين 2030، وإحنا نتكلم عن البيئة، حماية البيئة. فالفعالية اللي شاركوا في الفعالية جزاهم الله خير جمعية الكوثر ودي اتش ال ومؤسسة آيزك الشبابية، نشكرهم شكر الجزيل على المشاركة، ونشكر الجمهور الكريم اللي شاركوا في الفعالية في ساحل باربار. طبعا الهدف من الفعالية هذه هي زيادة الوعي عند الناشئة والجمهور بالمحافظة على البيئة وعدم رمي المخلفات يعني في الأماكن العامة. تم التركيز على ساحل باربار كمتنفس للأهالي، وتم التعاون في هذه الفعالية مع شركة النظافة وطلاب متطوعين من الجامعات الخاصة. أجواء جميلة تعيشها دائماً مملكتنا الحبيبة البحرين، الله يديم هالفعاليات الجميلة وهالأخبار الأجمل اللي سعداء دائماً بشوفتها ورؤيتها على أرض مملكتنا الحبيبة البحرين. تحية لكل مراسليننا في كل مناطق مملكة البحرين اللي ينقلون لنا أجمل صورة عن هذه الفعاليات. ومع فعالية أطلق عنان البحرين انتهت حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم دائماً على خير ومن أجل الخير. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.